أنا بدأت عام 2000 تقريباً، يعني قبل 20 سنة، كنت صغير جداً وبدأت أتعلم. ليه 20 سنة؟ 10 سنوات، 2000 وكم؟ عام 2000 أنا بدأت. 2000 أوكي، 2000. أوكي. ما شاء الله 20 سنة يعني بعد طويل. يعني صغير صحيح، أيوه. العافية. فكنت صغير جداً في السن وما كان في معاهد ولا مدرسين. يعني كان هذه المشكلة اللي كنا نواجهها. يعني اجتهادات شخصية. كيف؟ اجتهادات شخصية. اجتهادات شخصية. فولا كان في يوتيوب ولا كان في سوشيال ميديا. فكنا نضطر إنه نتفرج حفلات الكبار الفنانين. جميل. ونحاول نتعلم منهم. طبعاً كنت أشتري أشرطة فيديو وأقعد أتفرج. أستاذ عبادي الجوهر، أستاذ أحمد فتحي، أستاذ فريد الأطرش، وأحاول أني أقلدهم. هذه كانت البداية. بعد كده حاولت أثقف نفسي إلى أن وصلت لمرحلة كويسة أني أقرأ نوتة، ولكن ماني محترف لأني ما أتخرج من معهد. جميل جدا. بما أنك الآن ذكرت أنه أنت كنت بتتفرج على كبار الفنانين وكبار العازفين، يعني وأكيد إحنا بنوجه تحية لكل فنان سعودي كان بيعزف هذيك الأيام، ولكن يعني ما بعد هذه المرحلة تم ترشيحك في مسرح اليونسكو بجانب الفنان وخطبوط العود الفنان عباد الجوهر. حكي لنا عن هذا الترشيح وكيف كان شعورك. طبعا تشرفت أنا في المشاركة الطيبة هذه مع الأستاذ عباد الجوهر، وإني أمثل بلدي الحبيبة. أنا بصراحة كنت في الجامعة وقت الاتصال اللي جاني، كان عندي اختبارات نهائية، ولما كلموني اعتذرت. بعدين لما قالوا لي إنه الأستاذ عباد الجوهر معايا، طنشت الاختبارات وطنشت الجامعة وطلعت. سنة كم جامعة كنت؟ كنت تقريبا ثانية جامعة أو ثالث جامعة. أوكي. وطلعت والحمد لله لقينا قبول طيب من الناس، وكانت رحلة جميلة، وطبعا مع هرم كبير زي الأستاذ عباد الجوهر، وكان في وزير الثقافة السابق الشاعر خوجة، والله ناسي، عبد العزيز خوجة، عبد المقصود خوجة، أي نعم، نوجه له تحية، كان رجل الفاضل وما قصر معانا. ورجعت عدت الاختبارات مرة ثانية. رسبت. لا أنت مرة صريح، الله يوفقك إن شاء الله. بس وش حاب تسمعنا اليوم؟ والله نقول حاجة لطلال مداح كده. يلا نحن معك. طال 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 السكوت بنا، كان ودي لك أشكي من كتر لهفتنا. صار السكوت أحكي، طال 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 السكوت بنا، كان ودي لك أشكي من كتر لهفتنا. صار السكوت يحكي، فقد الكلام معنا، حكت العيون بنا أحلى كلام قلنا. قالوا السكوت عنا، قالوا السكوت عنا، في لحظة حب، في لحظة ود، في لحظة ود تقابلنا، في لحظة ود تقابلنا، في لحظة واتقابلنا. طال يعني في لحظة جمال وفي لحظة فن احنا تقابلنا معك إيهاب، يعني سعيدين اليوم بتواجدك. خلينا ننتقل الآن الصنباط. يعني هذا الاسم ايش قصته؟ هذا الأستاذ غازي علي، أتمنى أنه يكون بصحة طيبة وعافية. طبعا هو موسيقار تخرج تحت يد الأستاذ رياض الصنباطي، والأستاذ رياض الصنباطي كان ملحن أم كلثوم الأول. طيب. هو شخصياً الأستاذ غازي علي درس تحت يد الصنباطي، فلما جيت عنده قال لي سمعني، عزفت، قال لي سمعني مغنى، غنيت، فقال لي أنت جايني ليه؟ فتخضيت، أنا تفاجأت يعني. قلت له والله جاي أتشرف بمعرفتك. قال لي أنا اللي بتشرف بمعرفتك، وأنت عملت زي الصنباطي لما راح المعهد ورفضوك كطالب وأخذوك أستاذ. فأحرجني الصراحة، وكان معنا واحد صحفي وعلى طول نزلها في الجريدة الكلمة هذه، إنه لقب الصنباطي. حلو. هذا قديش يعطيك الفخر والهذا إنك أنت اجتهدت بصفة شخصية ووصلت لهذه المرحلة من الاحترافية وتسمع شهادة ناس متخصصين في هذا المجال؟ والله شعور بالمسؤولية يعني. يعني لما أسمع كلام من أستاذ كبير لازم تحس بالمسؤولية، ولازم تكون يعني قد الكلام يعني. وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن الناس، يعني ما أفقد هذا الشيء.
باذن الله. يعني هذا الشغف والحب الى ما انت توصل الى جميع قلوب الناس اللي هم بيستمعوك. طب حابين نعرف اكثر ايش هو النهج اللي انت بتعتمده سواء في اللحن او التاليف الموسيقي او الغناء؟ والله انا شخص يعني احب الاصاله، احب موسيقانا العربيه. يعني احب انه الفنان العربي يوصل للمجتمع كامل او للعالم كامل بموسيقى العربية بأصالته، ولكن في نفس الوقت يكون متجدد. يعني ما سبق كان جميل والجديد الحالي فيه حاجات جميلة كثير، ولكن لازم الواحد يفضل متجدد طول العمر، ما ينفع يمشي على نفس النهج وما يتطور من نفسه. نخرج عن النص شوي، أسألك سؤال صريح. أتفضل. وين إيهاب؟ ليه إيهاب بعد هذه الإمكانيات اللي عندك أوكي والقدرات اللي عندك إيهاب شبه متغيب؟ والله أنا يعني جاتني عروض كثيرة من شركات بدون ذكر أسماء، وكانت مجحفة في حقي يعني، وكانت من أي ناحية؟ شبه احتكار يعني بطريقة سيئة الصراحة. يعني زي اللي تغني وما لك أي صلاح في التفاصيل الباقية، ما تختار نوع الأعمال، ما تختار الكلمات، ما تختار متى تطلع حفلات. يعني كانت يتعاملوا معك كأنك رجل آلي، فرفضت الصراحة. وبعضها تكون سنوات الاحتكار طويلة فيها 15 و10 سنوات، فشيء صعب. ما هذه بداية كل الفنانين اللي بيظهروا على الساحة حالياً؟ أيوة، لكن زمان لا، زمان كانت العقود ميسرة. طيب إيهاب، الآن بعد ما سمعنا كل هذه التفاصيل، الآن في عصر التطور ودعم وزارات الترفيه وفي المواسم دعم الشباب السعودي، إيهاب اليوم شو الشيء اللي أنت تتمناه؟ والله أتمنى أنه يكون في مسرح حقيقي، مسرح غنائي حقيقي، يعود الناس على الذائقة الفنية من جديد. الآن أصبحت الناس أغلبها، مش الكل، تتعود أكثر مما تتذوق، وأنا أتمنى المسرح الغنائي هذا يعرض فيه شيء جديد أمام الناس والناس تتذوق لأول مرة. عشان إحنا لابد الناس تتذوق ونبدأها من صباحكم إس بي سي، حابين نسمع شيء منك طربي كمان. حاضر. بما أنه البرنامج اسمه صباحكم، أنا عندي أغنية اسمها هذا الصباح من كلمات الأستاذ عجب وحنيفة والحاني. أكيد نوجه للتحية. أكيد. لو قلت لك هذا الصباح ما هو صباح لا تصدقيني، أطوي شعاع الشمس وانسي في صمتي همس مثل الوهم بيني وبيني. لو قلت لك هذا الصباح ما هو صباح لا تصدقيني، أطوي شعاع الشمس وانسي في صمتي همس مثل الوهم بيني وبيني. ولا تصدقيني، لا تصدقيني، لو قلت لك هذا الصباح ما هو صباحي. الله عليك، يعطيك العافية، أخذتنا الأجواء لعالم ثاني. عالم الطرب والسلطنة.